ما تزال نينوى تنتظر دخول المستثمرين إليها بعد حرب طحنت المعامل والمدن الصناعية فيها. وما إن طرح موضوع إحالة معمل إسمنت بادوش إلى الاستثمار حتى ثار الرأي العام حول هذا المعمل وتضاربت المعلومات بشأنه، وخرج المحتجون من كوادره وقطعوا الطريق المؤدي إليه اعتراضا على إحالته إلى الاستثمار والذي سيقطع أرزاق المئات منهم بحسب قولهم. المسؤول نفسه طلع صرح سابقا على معمل إسمنت الحدبة ومعمل إسمنت الرافدين، احنا لو ما صارت هاي الضجة ما يطلع مسؤول ولا يذكرنا اصلا. بعد ما صارت هاي الضجه مجرد تخدير اعصاب. هو المعمل ترى للعلم راح استثمار، التصريحات هسه اللي جاي تطلع من المسؤولين هو كله تخدير اعصاب حتى يبردون العاملين. هسه راح يرجعون العاملين شغل الست شهور يقومون يبطلون وجبات على انت ما تخدمني وانت كذا وانت كذا، هاي كله تخدير اعصاب، ارزاق عالم كلها راح تروح. معاونية السمنت الشمالية قالت أنها قد اتفقت مع المستثمر على أن يبقى عمال الأجر اليومي في المعمل، بالإضافة إلى أنها قد قالت بأن المعمل يخسر وطاقته الإنتاجية قليلة، لكن وثائق التجهيز اليومي التي حصلت عليها التغيير من داخل المعمل تشير بأن الكميات المجهزة تجاوزت ما تحدثت عنه معاونية السمنت الشمالية في مؤتمرها. حقيقة وضعنا أفضل الشروط على هذا المستثمر، من شروط جيدة جدا، شروط نافعة للموظف وكذلك للشركة. سكان الموصل قالوا بأنهم مع الاستثمار، ولكن على أن لا يكون غامضا وتسوده الشبهات، وعلى أن لا يقطع أرزاق العاملين بالأجر اليومي ممن مضى على خدمتهم سنوات طويلة وكانوا ينتظرون التعيين والتثبيت بفارغ الصبر. ولسنا ضد الاستثمار، الصناعة في العراق اليوم تحتاج للاستثمار لأن وضع البلد بعدة عقبات للصناعة، ولكن معمل سمنت بادوش بخصوصية، أول شيء به من العمالة من العمال والموظفين يجب مراعاة تثبيت أجورهم ومراعاة أرزاقهم. جميع المعامل والشركات التابعة لوزارة الصناعة خاسرة، وهذا باعترافها، وهي تعتمد حتى اليوم على منحة وزارة المالية من أجل توفير غطاء مالي لرواتب موظفيها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.